احنا هنا ابو القاسم ولقاء مع تمارا نادر اللي لسه بنتكلم عنها النهارده. اتفضلي يعني. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبكل جماهير النادي الاهلي. الف مليون مبروك ملكات كره السله بالنادي الاهلي بيتوجوا ببطوله دوري السوبر في مباراه ماراثونيه. الحقيقه يعني كلنا كنا على اعصابنا لاخر لحظه في المباراه، لكن بقى روح النادي الاهلي قدرت تحسم اللقاء. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، معي في هذه اللحظات احد نجوم ملكات كره السله اللاعبه تمارا نادر، ويمكن كمان معانا كابتن نادر السيد. في البدايه طبعا الف مبروك الفوز. يمكن كل فترة بطولة جديدة مع النادي الأهلي، ده أول سيزون ليكي، وقفت كتير جدا على منصات التتويج، بس في البداية أكيد عايزاكي تكلميني عن مباراة النهاردة اللي كانت مباراة كبيرة جدا، زي ما قلت مباراة ماراثونية، ضغط كبير جدا لكن قدرتوا تتغلبوا في النهاية. أول حاجة بشكرك قوي على كلامك والله يبارك فيكي، وتاني حاجة احنا ماتش التالت دايما بيكون ماتش صعب قوي عشان بيكون بدنيا كل يعني فرقتين وقعوا قوي، فعشان كده الماتش احنا كنا عارفين قبل ما ندخل ان الماتش هيكون لاخر غايه اخر ثانيه، وان احنا ما كناش خالص اللي هو نازلين اللي هو مريحين او اي حاجه، لا بالعكس احنا كنا فعلا تعبانين بدنيا، بس كنا متاكدين 100% ان احنا هنفوز من نصيبنا، لان احنا تعبنا قوي 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 الفتره اللي فاتت، وده بان في فوزنا بالكاس والدوري، ودي كانت اقل حاجه ندي يعني كابتن طارق عشان تعب معانا قوي وهو في ظروف صعبه، واحنا بجد بنديله فوز وبندي طبعا للجماهير فوز وللوزير عمرو فاروق الله يرحمه. يعني زي ما قلتي المباراه كانت صعبه اكيد، عايزه اعرف ابرز الحاجات اللي قالها لكم كابتن طارق. كابتن طارق كان دايما بيكلمنا فنيات، وكان دايما بيكلمنا على روح نادي الاهلي، وان نادي الاهلي كبير قوي على انه كان اللي حصل لنا باقي قبل السيزون، يعني احنا خسرنا 4 مرات من سبورتنج، كان كبير قوي على النادي الاهلي انه يتحمل خساره زي دي، فاحنا كنا بنعوض كل ده بان احنا كسبنا الدوري 3-0 وكسبنا الكاس، ودي كانت اقل حاجه نقدر نعملها، ده كان كلام كابتن طارق دايما يعني. يعني كابتن نادر في البدايه طبعا ببارك لحضرتك على فوز تمارا بدوري السوبر، عايزه حضرتك تكلمني اكتر على مشاركه تمارا وتالقها الحقيقه والتاقلم الكبير مع الفريق بشكل سريع. اولا ببارك لتمارا وببارك للفريق كله، لان انا عايش معاهم وعايش معاها وكابتن طارق والجهاز الحقيقه والاداره وكل الناس الحقيقه، مش عايز اذكر حد عشان ما انساش كابتن خالد العوضي كمان، الحقيقه المجهود هو الاهم، ان شخصيه الفريق وشخصيه النادي بتبان جدا في الفرقه لما كانت بعيده قوي بعد كده رجعت تاني. اعتقد ان كابتن طارق كمان بذل مجهود كبير قوي، مش بس بدني وفني، انما بذل مجهود كمان كبير قوي من ناحيه نفسيه، لان يديهم دوافع جديده، وزي ما قالت تمارا ان دايما الماتش الثالث ده بيبقى اصعب ماتش، لان اما ماتش اما ينتهي المشوار او ان هو يدي امل ثاني لفريق سبورتنج. فريق سبورتنج الحقيقه عمل ماتش كبير جدا، وانا شايف ان المنافسه دي منافسه الحقيقه في الاول والاخر بتبقى اوريدي الباسكت بيبقى بشكل عام يعني بتدي منافسه قويه، انما انا كنت واثق جدا 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 ان الاهلي هيكسب النهارده المباراه. يعني زي ما حضرتك قلت الحقيقه بنشوف حضرتك متواجد في جميع المباريات للفريق، تمارا بتتعرض اكيد لضغط كبير زي كل لاعبي النادي الاهلي، ويمكن حضرتك عاصرت ده كون حضرتك طبعا في الملاعب لقطبي الكره المصريه، فعايزين نعرف النصيحه اللي بتقولها لتمارا ايه؟ النصيحه اللي بقولها تمارا دايما ان هي ما تقفش عند حاجه ايا كانت حاجه فيها مكسب او فيها خساره، لان في الاول والاخر هي دي رياضه وهي دي منافسه، انما الاهم مش الاهم مش المشكله ان الواحد ممكن يقع في وقت من الاوقات، انما الاهم ان هو ممكن يقوم يعني، وده اللي حصل الحقيقه مع الفريق، وده اللي حصل مع تمارا مع الفريق بشكل عام، ان هم بعدوا شويه اتعرضوا لخسارات في بعض الاوقات، انما قدروا ان هم يرجعوا تاني، وبعدين الرجوع كمان مش بس الرجوع عشان هم عندهم كواليتي كويس او كابتن طارق كويس، هم اكيد بيرجعوا بشخصيه الفريق بشخصيه النادي الاهلي، فده اللي انا شفته الحقيقه وده اللي انا عاصرته معاها، وانا دايما وابدا الحقيقه بشجعها جدا وفخور بيها جدا، وان شاء الله بطولات اكتر للنادي الاهلي ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. ميرسي، شكرا شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع تمارا نادر السيد، واكيد كابتن نادر السيد لسه هيكون معانا مزيد من اللقاءات، ولكن الان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مع يعني لاعيبه النادي الاهلي. خلينا نروح